المرسلة من أبها تقول إن أكثر الملابس يوجد بها الآن بعض الصور كصور الحيوانات والرسومات، فهل يجوز أن ألبسها وهل تجوز الصلاة فيها؟ بالنسبة للصور، ثياب التي فيها صور ذوات أرواح لا يجوز للمسلم أن يلبسها، ولا يجوز له أن يصلي بثوب فيه تصاوير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصور، وإذا ولأنها تشغل المصلي، حتى النقوش التي في الثوب أو في المصلى يكره استصحابها لأنها تشوش على المصلي وتشغله في صلاته، فكيف إذا كانت من الصور المحرمة؟ فالأمر أشد، فلا يجوز لبس ثوب فيه صور لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، ولكن لبسه في الصلاة أشد، لأنه يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يناسب أن يكون متلبسا بمعصية في حال الصلاة. نعم.